ما لا شك فيه بأنه الإدارات العامة عم تشغر من الكفاءات، وبالتالي الأشخاص اللي عم يبقوا بالإدارة العامة هن إما ناس ما عندهم فرصة تانية للشغل، وأما جزء منهم من الفاسدين. الأصل بأنه الإجراءات الحكومية لم تكن كافية، لسيما بغياب التغطية الصحية عن موظفي القطاع العام بعد ما غابت كلياً تعاونية موظفي الدولة وتقديمات الضمان الاجتماعي. من جهة تانية، الدولة عمدت إلى إعطاء موظفي القطاع العام ما يسمى بزيادة استثنائية على الراتب. هاي الزيادة اللي بلغت ضعفي أساس الراتب اللي كان بسنة 2020 لن تؤدي إلى تغطية التضخم بظل دولرة كل السلع. إضراب الإدارات العامة أدى إلى مزيد من الشلل، لم يؤدي إلى نتيجة. الإضراب هو للاعتراض على موقف معين لتحقيق هدف معين. الأهداف الحالية لكل رابطة موظفي الإدارات العامة هي عبارة عن ترقيع، وما تقوم به الحكومة هو كمان ترقيع، وبالتالي الإضراب ليس الحل لأنه عم بيضربوا بوجه المواطنين. لا يمكن للنقابات ولروابط الموظفين أن تقوم بعملها بظل غياب دولة القانون ودولة المؤسسات، ولا يمكن للدولة أن تنهض بالقطاع العام إلا بعد مكننته، لأنه مكافحة الفساد لا تكون لا بإجراءات أمنية ولا بكاميرات توضع في الإدارات العامة. الهدف في عبارة اسمها أتمتة الإدارات العامة، أي المكنن الشامل لجميع المعاملات واعتماد الشباك الموحد للمعلومات. المواطن يتعامل مع جهة واحدة هي التي تتلقى منه المعاملة وهي التي تعطيه إياها منتهية. إذا وضع خطط وطبقت صحيح، نعم بعيد عن الفساد، بعيد عن طرق الفساد. يعني قانون الشراء العام حسس الناس أنه في أمل بإصدار قانون عصري مع منصات إلكترونية. هذا الأمر لازم يستكمل. مكافحة الفساد والنهوض بالإدارة العامة ما بتكون بخطط أمنية، بتكون بتسهيل الخطط على الناس. اللبنة الأولى لهيدي الخطة انحطت بقوانين، صار من 2012 لهلأ صار صادر حوالي 7 قوانين بيعنوا بمكننة المعاملات. ما بيبقى بمكننة المعاملات إلا التنفيذ. إذا قصدت الحكومة المباشرة بمكننة المعاملات ممكن تخلص، نحن عم نحكي عن فترات جدا قليلة، إذا انوجدت النية والرغبة. كل خطة للنهوض بالقطاع العام لا تكون لا عبر توظيف عدد إضافي من الناس ولا عبر طرد عدد من الموظفين. النهوض بالقطاع العام هو نهوض بالمعاملات، بآلية المعاملات. إذا لم تستطع الإدارة اللبنانية أن تجاري القطاع الخاص بالمكننة، لا يمكن لهذه البلاد أن تنهض. تحقيق أي خطة نهوض بالإدارات العامة بلبنان أمر منه مستحيل، هو نقصنا فقط النية. مش صحيح بأنه كل الخطط هي بدها أموال. الخطط الحكومية بدها مؤسسات. لما بتبلش بمؤسسة بتحط شخص معين هو كفؤ، انت بتكون عم تحط شخص ليدير مؤسسة مش ليكون شخص بحد ذاته. وبالتالي ايه، نعم في امل.